أحيت الجزائر اليوم العالمي للسلم، حيث أكد المشاركون خلال وقفة تضامنية مع الشعبين الصحراوي والفلسطيني على دور الجزائر في مناصرة القضايا العادلة ومسارها الدائم في تسبيق الحلول الدبلوماسية والسياسية بدلا من الحلول العسكرية في شتى النزاعات حول العالم. الاحتفال حضرته شخصيات وطنية ودبلوماسية وسفراء. حطت بمخيمات اللاجئين الصحراويين قافلة تضامنية محملة بالمواد الغذائية والمياه المعدنية ومواد التنظيف من الهلال الأحمر الجزائري إلى الهلال الأحمر الصحراوي. تأتي هذه العملية التضامنية ضمن العديد من المبادرات التضامنية التي نظمها الهلال الأحمر الجزائري طيلة فترة جائحة كورونا تضامنا مع الأشقاء الصحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين. جئنا لمرافقة هذه القافلة التضامنية والجسر البري الإنساني المقدم من الشعب الجزائري المضياف ومن الدولة الجزائرية إلى أشقائنا وإخواننا اللاجئين الصحراويين. القافلة تحتوي على 80 طن من مختلف المواد الغذائية ومياه معدنية ومواد تنظيف. نتشرف باستقبال القافلة من الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية، وهذا ما هو ليس بالموقف القريب، وإنما إن هذا تعودنا عليه من سنة 1975 إلى حد اليوم. تعودنا على مؤازرة الشعب الجزائري وعلى الحكومة الجزائرية والموقف الثابت للدولة الجزائرية تجاه القضية الصحراوية، وتلقينا المساعدات الكثيرة في أحلك الظروف.